قد تضع خطة لعشرين عاما قادمة، ويكون الأجل بعد غد، وقد تشتري بيتا ولا تسكنه، وقد تقتني مركبة ولا تركبها، وقد تتزوج امرأة ولا تدخل بها. من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. فعجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري، أساخط عنه الله أم راض. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. سئل سفيان الثوري: اجلس معنا نتحدث. فقال: كيف نتحدث والنهار يعمل عمله؟ ما طلعت الشمس إلا كانت شاهدة على العباد فيما فعلوا. وقال بعضهم لأحد العلماء: اجلس معنا. فقال: احبسوا الشمس لأجلس معكم. إدراك الوقت من صفات الموفقين في الحياة، إدراك قيمة الوقت من صفات المؤمنين، إدراك قيمة الوقت من صفات المتقين. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان، وسوف تمضي أيام العمر كلها. لذلك أيها الإخوة الكرام، اخترت موضوع الخطبة موضوع الوقت. الله عز وجل يقول: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيها الإخوة، الزمن يمضي سريعا، وبين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ولو أن الإنسان سأل نفسه هذا السؤال المحرج: كم بقي لي من عمري؟ من تجاوز الأربعين في الأعم الأغلب الذي بقي أقل مما مضى، فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر، ففي الأعم الأغلب أيضا أن الذي بقي يمضي كلمح البصر. أيها الإخوة، ما من تعريف جامع مانع للذكاء كهذا التعريف. الذكاء هو التكيف، والتكيف يكون مع المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا، فكيف نتكيف مع هذا الحدث الذي لا بد منه؟ لا يدع كبيرا ولا صغيرا ولا صحيحا ولا مريضا ولا غنيا ولا فقيرا ولا ملكا ولا عملاقا ولا نبيا إلا والموت ينتظره. فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الكرام، في آية ثانية يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا النذير أين هو؟ يقول الله عز وجل: جاءكم النذير. لعل النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى من معاني النذير، ولكن هناك معان أخرى. النذير هو القرآن الكريم، ففيه مشاهد من يوم القيامة،
فيه مشاهد مما سيكون، فالنذير هو القرآن الكريم. جاءكم النذير بالفعل الماضي، والنذير أيها الإخوة سن الأربعين، فمن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، والنذير سن الستين، والنذير الشيب. عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ والنذير المصائب، إنها رسائل من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء فهل أنت مستعد له؟ المصائب رسائل من الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل يقول: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. المصيبة رسول معه رسالة، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أيها الإخوة، والنذير موت الأقارب، هذه كلها نذر من أجل أن يستعد الإنسان لهذه الساعة التي لا بد منها، فالوقت يمضي سريعا. أيها الإخوة الكرام، كان من الممكن أن يبقى الإنسان شابا إلى نهاية حياته، ولكن شاءت حكمة الله أن يضعف بصر الإنسان، وأن ينحني ظهره، وأن يشيب شعره، وأن يشعر بتبدلات في جهازه الهضمي، وأن يشعر بتبدلات في جهاز القلب والدوران، وأن يشعر بمتاعب في مفاصله. هذه الأعراض التي تعتور الإنسان إذا تقدمت به السن لها معنى دقيق: أن يا عبدي قد اقترب اللقاء بيننا، هل أنت مستعد له؟ يقول الله عز وجل: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الإنسان في الدنيا قد يكون له جماعة كبيرة، قد يكون حوله أتباع كثيرون، قد يكون قويا، قد يغضب لغضبته مئة ألف سيف، قد يشير إشارة فينهي حياة إنسان. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة. بدأ بالموت، لأن أمام الإنسان عند الموت خيارين لا ثالث لهما، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. لذلك قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ الذي تنعم به، أتيت إلى البيت الساعة الثانية ظهرا، ماذا تفعل حتى صبيحة اليوم القادم؟ هذا الفراغ سوف تسأل عنه، كيف أمضيته؟ في معصية أم في طاعة؟ في طلب علم أم في طلب لهو؟ كيف أمضيت هذا الفراغ؟ في عمل صالح أم في شهوة؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم. بل إن بعض العلماء يقول: لتسألن عن الماء البارد، لتسألن عن نعمة الصحة، لتسألن عن نعمة الفراغ، لتسألن عن نعمة الأمن، لتسألن عن نعمة الكفاية. أيها الإخوة الكرام، من أدق الأحاديث المتعلقة بالزمن: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. البطولة في الإنسان ألا يندم، فإذا ندم
فمعنى ذلك أنه فرط أو أفرط. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر رضي الله عن عمر يقول: عجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه. قد تضع خطة لعشرين عاماً قادمة ويكون الأجل بعد غد، وقد تشتري بيتاً ولا تسكنه، وقد تقتني مركبة ولا تركبها، وقد تتزوج امرأة ولا تدخل بها. من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. فعجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري، أساخط عنه الله أم راض. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. سئل سفيان الثوري: اجلس معنا نتحدث. فقال: كيف نتحدث والنهار يعمل عمله؟ ما طلعت الشمس إلا كانت شاهدة على العباد فيما فعلوا. وقال بعضهم لأحد العلماء: اجلس معنا. فقال: احبسوا الشمس لأجلس معكم. إدراك الوقت من صفات الموفقين في الحياة، إدراك قيمة الوقت من صفات المؤمنين، إدراك قيمة الوقت من صفات المتقين. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. اعمل عملا صالح يكن لك ذخرا يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، قيل للجنيد وقد حضرته الوفاة، فأخذ يقرأ القرآن في سكرات الموت ويبكي، فقالوا له: تقرأ القرآن وأنت في سكرات الموت؟ قال: سبحان الله، من أحوج مني إلى قراءة القرآن وقد أصبحت لحظات تعد علي. يروى أن سكرات الموت جاءت عبد الملك بن مروان، فأخذ يتجرع كأس الموت ويذوق الموت ويشرب الموت ويأكل الموت، وهو في تلك الساعة التي يذل فيها الجبار ويذعن فيها المتكبر ويفتقر فيها الغني، سمع غسالاً بجانب قصره في الوادي يغسل ملابسه وينشد نشيداً. وما علم هذا الغسال بموت عبد الملك، وما أدراه بموت عبد الملك. فأخذ عبد الملك يقول وهو يبكي: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليتني ما توليت الملك. هذا الخفيف الذي لم يحمل أوزارا هو أسعد الناس. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، معافا في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فخذ من الدنيا ما شئت، وخذ بقدرها هماً، وخذ بقدرها مسؤولية، وخذ بقدرها حساباً، وخذ بقدرها عقاباً. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. دخلت زوجة عمر بن عبد العزيز إلى مصلاه فرأته يصلي ويبكي، تقول له: ما أبكاك؟ قال: دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال: علمت أن الله سيسألني عن المسكين، عن الفقير، عن ابن السبيل، عن الشيخ الكبير، عن ذي العيال الكثير والدخل القليل، عن المريض، عن الأرملة، عن اليتيم، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا، وأن حجيجي دونهم رسول الله، فلهذا أبكي، دعيني وشأني. أيها الإخوة الكرام، قضية الموت قضية مخيفة. يروى أن الوليد بن عبد الملك الذي تولى الملك والخلافة
لما حضرته الوفاة نزل عن كرسي الملك ومرغ وجهه في التراب وأخذ يبكي ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أما هارون الرشيد الذي ملك الدنيا من المشرق إلى المغرب، والذي كان يقول للغيمة للسحابة: اذهبي أينما شئت يأتيني خراجك، هذا الخليفة بنى قصرا وقال لبعض الشعراء: انظم في هذا أبياتا. فقال هذا الشاعر الذي عرف بالزهد، أي بموضوع الزهد: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان فبكى ونزل عن كرسيه، وما لبث أياما إلا وقد فاجأه الموت. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أيها الإخوة الكرام، ما دمنا أحياء، ما دام القلب ينبض، ما دام في عمرنا بقية، يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. أيها الناس، إنكم في زمن هدنة. أرأيت إلى العام الدراسي؟ هذا زمن هدنة، الطالب يغدو ويروح، طالب يدرس وطالب لا يدرس، مثل الخزي في ساعة الامتحان. فالعام الدراسي زمن هدنة، لا ترى فرقا بين الطالب الكسول والطالب المجد، كلهم يرتدي الثياب التي كلفوا أن يرتدوها ويغدو ويروح، لكن الذي يدرس يفوز وينجح ويبيض وجهه، والذي يتكاسل يخسر ويرسب ويسود وجهه. إنكم في زمن هدنة، وإن السير بكم لسريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان لكل موعود. الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان لكل موعود. فقال له المقداد: يا رسول الله، وما الهدنة؟ إنكم في زمن هدنة. قال له: وما الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع. بلاء دار امتحان، تمتحن بالمال، تمتحن بالوسامة، تمتحن بالذكاء، تمتحن بزوجتك، تمتحن بأولادك، تمتحن بمنصبك، تمتحن باختصاصك، تمتحن بفقد المال، تمتحن بفقد الصحة، تمتحن. الامتحان مواده الأشياء التي أنالك الله إياها والأشياء التي زواها عنك، امتحان إيجابي وامتحان سلبي، تمتحن بالقوة وتمتحن بالضعف، وتمتحن
بالغنى وتمتحن بالفقر، وتمتحن بالصحة وتمتحن بالمرض، وتمتحن قبل الزواج وتمتحن بعد الزواج. إنكم في زمن هدنة. فقال المقداد: يا رسول الله، وما الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع، دار امتحان وسوف تنقطع. الغني يموت والفقير يموت والصحيح يموت والمريض يموت والقوي يموت والضعيف يموت، انقطاع، دار بلاء وانقطاع. فإذا التبست عليكم الأمور كما هي الآن كقطع الليل المظلم، شبهات وترهات وضلالات وفكر ونظريات ومقولات وطروحات، ضلالات وفتن بعضها فوق بعض، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. القرآن نور أيها الإخوة، القرآن ذكر، فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو أوضح دليل إلى خير سبيل، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. إذا التبست عليكم الأمور، فكر غربي وفكر شرقي وفكر إلحادي وفكر إيماني، وديانات لا يعلمها إلا الله، وطروحات لا تنتهي، في هذه الزحمة، في زحمة الضلالات، في زحمة الشبهات، في زحمة الطعن بالدين، في زحمة تزوير الدين، في زحمة تفجير الدين من داخله، في زحمة اصطناع مذاهب دينية ما أنزل الله بها من سلطان، في زحمة هذه الضلالات عليكم بالقرآن. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها. أنت مخير، هو تعود على الإنسان بدليل فاستبقوا الخيرات. الآن أن تكون حيا ترزق، وأن ينبض قلبك، وأن يكون لك متسع في حياتك، لم يأتي الأجل بعد، وأنت مخير من خلال اختيارك، بإمكانك أن تتوب أو ألا تتوب، بإمكانك أن تصلي أو ألا تصلي، بإمكانك أن تكون صادقا أو أن تكون كاذبا، بإمكانك أن تخلص وأن تخون. ولكل وجهة هو موليها، قل كل يعمل على شاكلته. ولأنك حي ترزق، ولأن في العمر بقية، ولأن القلب ينبض، ولأن الأجل لم يأتي بعد، قال: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. استبقوا الخيرات أينما تكونوا، في أي مكان كنتم، في حصن حصين، في طائرة عملاقة، في بارجة، في حاملة طائرات، في بيت مريح، أينما تكونوا. وقال بعض علماء التفسير: في أي مكان كنتم وفي أي مكانة أنتم. ملك الملوك لا بد من أن يموت، أغنى أغنياء الأرض لا بد من أن يموت، أقوى أقوياء الأرض، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان متى يعرف قيمة الوقت؟ متى يتقطع قلبه حيث أمضى وقته بالعبث؟ متى يعتصر قلبه؟ حينما يأتيه ملك الموت. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
حينما يأتي ملك الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ربي أخرني إلى زمن أجب دعوتك وأتبع الرسل. هكذا تأتي الآيات، آيات كثيرة تصور وضع الإنسان عند الموت. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويذكر الموت مرة ثانية، ويذكر الوقت مرة ثانية يوم القيامة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الآخرة وما كانوا مهتدين. أيها الإخوة الكرام، نقاط دقيقة متعلقة بالوقت. ما مضى منه لا يعود ولا يعوض، فما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ما دام الوقت لا يعوض ولا يدخر ولا يجمع ولا يشترى بالمال، ما دام الوقت لا يعود ولا يجمع ولا يشترى ولا يعوض، لذلك كان الوقت أثمن شيء نملكه وأنفس شيء نملكه. هو وعاء العمل، هو رأس مال الإنسان الحقيقي. إن الحياة من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة هي الوقت. لذلك يا أيها الإنسان أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. من جهل قيمة الوقت فسيأتي عليه حين يعرف قيمته ونفاسته. أيها الإخوة، ساعة الاحتضار حين يودع الدنيا ويستقبل الآخرة ويتمنى لو منح مهلة من الزمن وأجلا قريبا يدرك فيه ما فاته ليصلح ما فسد وليتدارك ما فات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم يحذر من الغفلة. الآن ماذا يقابل إدراك قيمة الوقت؟ الغفلة. الموضوع الإيجابي في الوقت إدراك قيمته، والموضوع السلبي الغفلة عن قيمة الوقت. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، تعليق لطيف
لمن يدعو لك ويقول أطال الله عمرك. العمر لا يطول ولا يقصر، لك عند الله عمر لا يزيد ثانية ولا يقل ثانية، ولكن العلماء وجهوا هذا الدعاء لأن قيمة العمر ليس بهذا الوقت الزمني الذي يحد من ولادتك إلى مغادرتك للدنيا، لا، العمر يقيم بحجم العمل الصالح. العمر لا يطول ولا يقصر، لك عند الله عمر لا يزيد ثانية ولا يقل ثانية، ولكن العلماء وجهوا هذا الدعاء لأن قيمة العمر ليس بهذا الوقت الزمني الذي يحد من ولادتك إلى مغادرتك للدنيا، لا، العمر يقيم بحجم العمل الصالح. فإذا قلنا لإنسان أطال الله عمرك، أي وهبك الله أعمالا صالحة تغني هذا العمر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقسم الله بعمره، لأنه في أعوام محدودة قلب وجه الأرض، في أعوام محدودة عمت الهداية الخليقة، فأنت عند الله حجمك بحجم عملك الصالح، فإطالة العمر تعني أن تزداد عملاً صالحاً. لو أن الدولة حددت وقتاً محدداً دقيقاً لافتتاح محلات التجارة ووقتاً لإغلاقها، فجميع المحلات تفتتح الساعة التاسعة وتغلق الساعة التاسعة، التفاوت بينها لا بمدة الوقت ولكن بالغلة، فمن يفتح ساعة ويكسب مليون غير الذي يفتح عشر ساعات ويكسب مئة ليرة، فقيمة عمرك بحجم عملك الصالح. وأقوى دليل أن الإنسان إذا وافته المنية يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. لذلك قال صاحب الحكم رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه ومضة الإشارة. يعني أحياناً ربنا عز وجل يبارك لك في وقتك فتفعل في الزمن المحدود ما لا يستطيع 50 إنساناً أن يفعلوه في هذا الزمن. من أدى زكاة وقته بارك الله له في عمره. أيها الإخوة الكرام، ورد في بعض الأدعية ألا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. البطولة أن تزداد كل يوم علما وقربا من الله عز وجل. أيها الإخوة، إذا بعد الإيمان بالله لا شيء يعلو على العمل الصالح، لكن هذا العمل قال بعض العلماء كلما اتسعت رقعة العمل فشملت أعدادا كبيرة من البشر حتى دخلت فيه الأمم والشعوب، وكلما امتد أمد العمل وطال حتى توارثت ثماره أجيال وأجيال، وكلما تغلغل العمل في كيان الإنسان كله المادي والنفسي والاجتماعي والروحي حتى تحقق به وجود الإنسان وتألقت من خلال إنسانيته، إذا كلما اتسعت رقعة العمل وعم خيره وطال أمده واشتد تأثيره كان أعظم عند الله. لذلك الذي ألف كتابا عن المئة الأوائل في تاريخ البشرية جعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس مسلما جعله على رأس القائمة، لأن دعوته اتسعت رقعتها وامتد أمدها وعظم تأثيرها، فكان بحق الإنسان الأول. أيها الإخوة الكرام، تزداد قيمة العمل في ميزان الحق وتتضاعف قيمته ومثوبته كلما كثرت المعوقات في سبيله، ولسنا في عصر كثرت فيه المعوقات كهذا العصر، مليون معوق يحول بينك وبين أن تسير إلى الله.
وكلما عظمت الصوارف عن الحق، وما من عصر كثرت فيه الصوارف عن الحق، أشياء تلهي وتغري تبعدك عن الدين، وأشياء تقف أمامك عقبة كؤود تمنعك من أن تسير إلى الله. لذلك في هذا الوقت تعظم قيمة الأعمال الصالحة. عبادة في الهرج كهجرة إليه. أيها الإخوة، وتزداد قيمة العمل الصالح حينما تفسد المجتمعات وتضطرب الأحوال، فيجور الأمراء ويتجبر الأقوياء ويترف الأغنياء ويداهن العلماء وتشيع الفاحشة ويظهر المنكر ويختفي المعروف. في مثل هذه الأزمان تزداد قيمة العمل الصالح. ولكن أعظم عمل صالح ما امتد أثره بعد الموت. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله بربكم، مصيبة أن يموت الإنسان وينتهي عمله. لكن ما المصيبة الأكبر؟ أن يموت الإنسان وليس له عمل. هذا الذي له عمل صالح عند الموت ينقطع عمله، أما الذي يموت وليس له عمل صالح هذه مصيبة أكبر. طيب مصيبة أكبر من هذه؟ أن يموت الإنسان وعليه أوزار لا يعلمها إلا الله، بين أن يموت الإنسان وعليه أوزار ومعاص وآثام وحقوق ومظالم لا يعلمها إلا الله، وبين أن يموت الإنسان وليس له عمل صالح، وبين أن يموت وله عمل صالح ولكنه سينقطع. لكن هذا الذي يموت وعمله مستمر بعد وفاته، يعني مثل بسيط، قد أمسك بكتاب تفسير وقد مات صاحبه قبل 1000 عام، أنتفع من هذا الكتاب، وقد يعم الخير الإخوة الحضور. فهذا الذي ألف هذا التفسير وهو في قبره يرقى عند الله، وقد تستمع إلى درس ديني رائع من عالم قد توفاه الله، كنتم مع المرحوم الدكتور فلان مثلا. طيب هذا عمل مستمر. الآن أعظم الأعمال الصالحة ما استمرت بعد الموت. الآن أعظم الأعمال الشريرة ما استمر بعد الموت. أغنية تبقى إلى مئات السنين تغري الإنسان بالمعصية وقد مات صاحبها قبل سنوات وسنوات. ملهى أسس توارثه الأبناء، فكل من دخل هذا الملهى وكل من عصى الله في هذا الملهى في صحيفة من بناه وأسسه وتركه لأولاده. لذلك أيها الإخوة، أكبر مصيبة أن يكون هناك عملا سيئا يستمر بعد الموت. في حديث أكثر تفصيلا، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره، ولد صالح تركه، مصحف ورثه، مسجد بناه، بيت لابن السبيل، نهر أجراه، صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء إلى يوم القيامة. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: إنه ليس شيء شرا من الشر إلا العقاب، وإنه ليس شيء خيرا من الخير إلا الثواب، وكل شيء في الدنيا سماعه خير من عيانه، وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه. فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر، واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص في الآخرة وزاد في الدنيا، فكم من منقوص رابح وكم من مزيد خاسر. واعلموا أن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه، وما أحل لكم أكثر مما حرم عليكم، فذروا ما قل لما كثر وما ضاق لما اتسع، وقد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل، فلا يكون المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم، فبادروا العمل وخافوا بغتة الأجل. وأنهي هذه الخطبة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة
فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ لو أن الإنسان أراد الدنيا وأصر عليها وترك الآخرة، ماذا ينتظره من الدنيا؟ يقول: هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟